خلينا نروح لبريطانيا ونشوف الحقيقة. خبر وموقف طريف غريب جدا هو أن وزيرة الشرطة البريطانية تاني وزيرة الشرطة البريطانية اتعرضت للنشل. يعني ده مفارقة غريبة جدا، يعني حتى الواحد لما شاف الخبر بيستغرب، يعني ما كانش فيها معاه حراسة ولا ايه وضعها بالظبط. هي ديانا جونسون وزيرة الشرطة البريطانية ومكافحة الجريمة في الحكومة البريطانية اتعرضت لسرقة حقيبة يدها، والسرقة طبعا حصلت خلال حديثها في مؤتمر لضباط الشرطة في العاصمة لندن، كان الهدف منه هو إيجاد سبل لمكافحة جرائم السطو على المحلات والسرقة المتزايدة في بريطانيا في الأعوام الأخيرة. الصحافة البريطانية طبعا ما وضحتش إزاي الوزيرة اتسرقت بالظبط، لكن قالت إن سريعا ألقت قوات الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 56 سنة للاشتباه بتنفيذه عملية السرقة، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة مالية. ده طبعا يعني هيودينا فعلا للمثل الشهير باب النجار ما خلع. فعلا هو يمكن اصلا معموله حركه كده علشان ياكدوا على فكره السرقه والسطو، يعني ما شيء غريب جدا في قلب مؤتمر بكفالة. يعني هي مش متامنه والمؤتمر كمان مش متامن، الاثنين ده شيء يعني والمؤتمر عن مكافحه يعني حاجه غريبه جدا، بس هو خبر الحقيقه طريف جدا وغريب يعني انه يحصل اصلا يعني.